أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير عن اليوم المنتظر، عن يوم مهم جدا بالنسبة للمستثمرين. كان المستثمرين إجمالا يبتعدون عن المخاطرة، ولاحظنا ذلك خلال التعاملات الأيام الماضية بانتظار هذا اليوم تحديدا، حيث تتصدر الساحة الانتخابات البريطانية التي تنطلق اليوم. كذلك لدينا بيان السياسة النقدية من المركز الأوروبي، وأيضا لدينا أمر مهم جدا وهو متعلق بشهادة كومي في أمام الكونغرس بشأن التخابر أو التواصل ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أو تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. طبعا الأحداث المهمة هذه تلقي بظلالها على الأسواق. لاحظنا أنه شهية المخاطرة تراجعت بشكل كبير لدى المستثمرين. الذهب لا يزال مستقر عند مستويات مرتفعة نسبيا، عند مستويات قريبة من 1295 دولار للأونصة، بينما الدولار الأمريكي لا يزال تحت الضغط بوضوح خلال التعاملات الماضية. النقطة الأولى نتحدث فيها هنا عن الجنيه الاسترليني وعن الانتخابات البريطانية. نلاحظ بوضوح أنه الجنيه الاسترليني تحت الضغط، التقلبات حادة جدا في الجنيه الاسترليني. شخصيا لا أرى أنه في عنا فرصة كبيرة لمزيد من الارتفاعات على الجنيه الاسترليني. لاحظنا فنيا أنه مستويات 1.2970 تمثل مستويات مقاومة مهمة أمام الزوج، حد أقصى عند مستويات 1.30، ومن ثم الضغط بالاتجاه الهابط. التشكيل الفني عم بيوضح لنا أنه الضغط بالاتجاه الهابط، لأنه الارتفاع بالنسبة للزوج هو ارتفاع ضعيف تدريجي مع شموع ضيقة نسبيا، بالتالي الهبوط عم بيكون أكثر حدة من الصعود إجمالا. ومع ارتفاعنا أكثر في ظل هذه الضبابية وفي ظل الانتخابات التي نعيشها اليوم، أي مفاجأة باستطلاعات الرأي ممكن أن تهز الجنيه الاسترليني بشكل قوي جدا، خصوصا إذا ما كانت هذه المفاجأة انتهت بحقيقة وواقع بأن يفوز مثلا حزب العمال على حزب المحافظين، وهنا سوف تكون إلى درجة كبيرة ارتباك في الأسواق البريطانية والأسواق الأوروبية إجمالا. على الصعيد الثاني وهو المركزي الأوروبي وشهادة وخطاب ماريو دراغي الذي سيلي بيان السياسة النقدية. طبعا النقطة هنا أن المركزي الأوروبي كان في أو دراغي كان هوكش أو تشددي في خطابه الأخير أو في آخر تصريحات له، بينما المركزي الأوروبي كان لا يزال بآخر بيان سياسة النقدية دوفيش ويتعهد بمزيد من الإجراءات والإبقاء على برنامج التيسير النقدي كما هو لفترة ممتدة. الآن أي تغيير في خطاب البيان السياسة النقدية أو في خطاب ماريو دراغي سوف يكون له تأثير بدفع اليورو بالارتفاع. المفاجأة المنتظرة أن يكون هو less dovish أو أقل تيسيريا، أقرب إلى التشدد في خطابه، وذلك سوف يؤثر على اليورو بالارتفاع أمام الدولار الأمريكي. وقد نرى مستويات 1.14 وصولا إلى مستويات 1.15 إذا ما حدث ذلك فعلا خلال تعاملات اليوم. إذن مجمل هذه الأحداث تؤثر في الأسواق. نقطة أخيرة، النفط. النفط تراجع بشكل واضح مثل ما ذكرنا في التقارير الماضية بنتيجة ضغط التوترات السياسية الموجود في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. هذه أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، ونضيف إلى ذلك مخزونات النفط الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات يوم أمس، وبالتالي أعلى من التوقعات، بالتالي كان لها تأثيرات كبيرة على أسعار النفط بهذا الضغط السلبي. النفط حاليا عند مستويات 45، وفنيا نحن ذكرنا أي هبوط من مستويات 46 نستهدف فيه مزيد من الهبوط نحو 43 دولار للبرميل.